احلامنا بجمهوريه مدنيه حديثه بتوازن بين القوى الحقيقيه على ارض الواقع، مبادره لا تحرم البلاد من امكانياتها الانسانيه، اختيار الحر وحسن الاختيار لممثليه في البرلمان. في رايي المتواضع ان قواتنا المسلحه تحتاج ولها الحق في ان نحييها ونؤيدها ونفخر بها. لكنها لا يجب ان توضع هذه المؤسسه المحترمه سياسيا امام مسؤوليه التحدي التنميه وتفقد قيمتها المرجعيه في حاله الخروج عن الدستور والشرعيه او الثورات الهدامه اذا استدعاها الشعب. علينا الحفاظ على دورها في الحفاظ على استقلال مصر ضد اي عدوان.